خير شوفي. دخيلك انسى وحده، دخيلك لحقيني، خرست ايدي بالخراسه والدم عم يسرح ويمرح، فشر لك الدم. الله يسرحك ما تنتبه. دم بلش بدوخ انا، بس نشوف الدم بدوخ. ما في شيء. عم دوخ انا لحقيني. هي محرمه بتكبسها منيح بنقطع الدم. لحقيني. ايديك بيلفوا حرير يا وردي. لا لا هتطول كثير. كبري. الله الله. اجت الخرازه. ايش هالمشهد اللطيف هذا؟ عم شو يا روحمتي؟ انا عم بحلم. عم ضمر له اصبعته. شو بقى اصبعته يا روحمتك؟ سالي جوزك يا حبيبه عمتك. شو بقى اصبعتك حبيبي؟ احنا مو متخاصين مع بعضنا وما بنحكي بعضنا. شو بدك تحكي معه؟ ماشي الحال انا بورجيكم. دخيلك يا أستاذ جميل، دخيلك دبرني مالي غيرك. خير يا مدام منال، شو القصة؟ جوزي سالم بتعرفه؟ مات؟ لا شو مات بعيد عن قلبه. وردة وردة يا أستاذ حاطط الطب على بطل، شو مني مالي غيره والله بموت. الله يخليك بس لك ايدك. تفضلي تفضلي اعديني، تفضلي احكي. تفضل. هلا شرفي احكي لشوف شو الموضوع. وردة يا أستاذ، وردة بدها تخطف لي جوزي مني. شو بعمل لي؟ دبرني شو ساوي. ادهني 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 ادهني. حاضر احكي لشوف. هلا احكي يلا شو الموضوع. صرت اكثر من مره يا أستاذ افوت على غرفه سالم جوزي بلاقيه قاعد بجنبه لافق جنبه. اللي شو عامل حاططه بقاله بطل. شو مني اللي شو ساوي اللي شو عامل. بسيطة يعني بفهم من حكيك انك انت غيراني على جوزك من وردي. ما ايه طبعا بدي غار. عم بقول لك لازقه بجنبه. معقول ما غار؟ عظيم رائع مدهش. شو هاد؟ يو عم بقول لك جوزي رح يطير مني وقاعده بجنبه بتقلي عظيم ورائع وشو هاد؟ شي جميل كتير يا مدام منال انه المرأة تغار على زوجها. انا اسمحي لي هنيكي. لا هني السيد سالم فيكي لانه انت قدوة، انت مثال للمرأة المثالية. انا كتير مبسوط منك يا مدام منال. على شو مبسوط يا استاذ؟ عم لك جوزي رح يطير من ايدي، رح صفي بالشبارة مثل اللي مبسوط وما مبسوط. لا لا طمني، لا رح يطير ولا شي. بس اذا ضلت وردة معه بالمكتب رح تطير ويطير معك كمان. لا لا يا مدام منال، انا بختلف معك. الحقيقة زوجك سالم رجل كتير اخلاقه عالية واكابر، وما بعتقد واحد عنده زوجة مثل حكايتك بتغار عليه ما عم تفتل. ممكن يتركها ويطير مع واحدة تانية. افتلي. بس وردة مثل ما بتعرف يا استاذ يعني حلوة ماشي حالة، وانت بتعرف انه رجال مالن امام. لا لا يا ست منال، لا مين قال انه الرجال مالهم امان؟ هي كلها اشاعات وكلام مغرض ضد الرجال هذا. لا اكيد اي رجل زوجته بتهتم فيه وبتغار عليه رح يكون له امان ونص طبعا. ما عم تفتل، بالعكس بالعكس، انت طالما بتغاري على زوجك لا تهكلي همه، ما رح يطير، رح تتقصوص جناحه. افتلي. طيب ليش ما بتريحني استاذ ومن بعد النار من عند البارود؟ شو نار وبارود؟ الله يسامحك يا مدام، شو هي معركة؟ ايه معركة وحامة كثير يا استاذ، يا انا بربح فيها يا هي اللي اسمها وردة. لا لا لا، وردة مهذبة ومؤدبة واخلاق عالية وما بدها تحاربك، بالعكس بدها تطبع معك وتعيشوا بهدوء. وفتلي. طيب شو رأيك؟ تنقلها محلي وتنقلي انا محلها؟ لا ما بيصير يا مدام ما بيصير. ليش ما بيصير؟ طبعا ما بيصير لانه انت بالمحاسبه وهي مع زوجك بالدراسات، ما بيصير ننقلها على المحاسبه ونجيبك على الدراسات. طيب انقلها لحيره محل، انقلها على الذاتيه، انقلها على الديوان، انقلها على الجنينه، على السطح العايم، على الله يخليك. طيب 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 روحي انت هلا، روحي وانا ببعث خبر لزوجك وبحكي معه وبنتفاهم ان شاء الله. افتلي. عفوا مدام منال، يا ريتك تضلي تغاري على زوجك. ايه فتلت. ما كان لازم تروح لعنده، هلا رح يكبر راسه، إذا بده يصالحها رح يبطل يصالحها. لا منيح اللي راحت، روحتها ممكن تحل المشكلة بسرعة. طمنينا شو صار معك؟ صالحت؟ لا. قلت لك لا تروحي، ما سمعتيلي، قلعت ما خرجي. سامية سمعينا شوي لنعرف شو قصة.
ايه منى تحكي لي شو صار معك؟ شو مالك مصدقني استاذ؟ عم اقول لك هذا اللي صار. يعني ورده ما عم تقوم حواليك مشان تخطفك من مرتك؟ يا ريت يا استاذ تقوم علي وتخطفني من مرتي، كنت انا اسعد انسان بالعالم. عيب هالحكي يا استاذ سالم، صرت قد الشمتير، عيب. استاذ انا عم بحكي الحكي من حرقه قلبي. وشو اللي حرق لك قلبك؟ مرتي. شو بقى؟ استاذ منقص علي عيشتي، بتغار علي كثير، اذا قدمت لقدام بتغار علي، اذا رجعت انا ليه بتغار علي، اذا رحت لهون بضل محاصرتي بنظراتها، تصور استاذ لما بقابلك بتتزاول منها كثير ما بتطيقك رح تجنني. معك حق تشم، بس من الفرح يا دب في احلى من انه الواحد يكون عنده زوجي بتغار عليه، بتخاف ليطير مع ما عم تفتيل، بتخاف ليطير مع وحده تانية. انت غلطان يا استاذ سالي، زوجتك مو عم تنغص عليك عيشتك، بالعكس عم تنغنش لك اياها، عم تأجج لك حياتك. هلا مباشره بتروح لعندها بتعتذر منها بكلمتين حلوين بتطلب منها الصفح، فهمت؟ ماشي استاذ. لا 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 بدي اسمع شو بدك تساوي. قول. هلا بقول عندها بعتذر منها بكلمتين وبطلب منها الصفح. ايوه ماشي، بس بشرط استاذ. شو هو استاذ؟ بتخلي وردي عندي بالمكتب، ما بتاخذها ولا بتجيب لي مرتي. موافق. مشي. مرحبا. شلونك انتي لحالك؟ اهلا وسهلا استاذ سالم. المهلي كيفك انت؟ الحمد لله، انت شو اخبارك؟ منيح. وينك وينك؟ وينك ما عرفيني؟ انت صار لك زمان ما طلعت علينا، شو قصتك؟ شو رايكم تشربونا قهوة؟ مو على عيني. تسلم عينك. احلى فنجان قهوة اللي بيكون عندك. درويش ثلاثة قهوة. كرانيا باب. اهلا وسهلا. مرحبا. كيفك؟ طب ما تردي علينا؟ ردي علينا. عودوا لا. عود. شو؟ سمعت انك مزعل زوجتك ومهددها بالطلاق، صح الحكي؟ اجت اشتكت لها؟ لا لا هي ما اجت اشتكت لي بقدر ما اجت طلبت مني اتدخل لحل الاشكال اللي بينك وبينها. معقول يا رجل واحد عنده امرأة جوهرة مثل هي بيهددها بالطلاق لانه سألته سؤال صغير، وين كنت لهلا؟ لك انت لازم تنبسط، اسألني انا، بقصد الرجال منا نحن لازم يكون كثير سعيد لما زوجته بتسأله وبتغار عليه لانه هالشيء دليل محبة. استاذ انا ما قلت شيء، بس هي هلكتني، هلكتني بغيرتها واسئلتها. هلا سؤال صغير، وين كنت لهلا؟ هلكك؟ هيك قالت لا، بس سؤال صغير وبس. لك شو سألتك لي؟ استاذ شو بدي احكي لك لاحكي لك، شو بدي احكي لك لاحكي لك، عملت فيه ساعة سماعة، ساعة ورا ساعة، ساعة ورا ساعة، السؤال ورا السؤال، السؤال ورا السؤال لحتى نشفت لي ريقي وطلعتني عن طوري. قمت هددتها بالطلاق. عود. تفضل تفضل. احكي لي، شو سألتك؟ احكي لي بالتفصيل الممل كل الأسئلة. استاذ سألتني وين كنت لهلا؟ مع مين كنت سهران؟ شو اسم المرة اللي كنت سهران معها؟ شو حكيت؟ احكي لي بالتفصيل أوام، شو حكيت أنت وياها؟ مطلقة ولا متجوزة؟ شو لون شعرها؟ أسود ولا أحمر؟ نيالك، يا ريتني كنت بدالك. وين وعدتها مرة تانية؟ بشعة ولا حلوة؟ طويلة ولا قصيرة؟ سمينة ولا نحيفة؟ وعدتها بالزواج ولا عم تضحك عليها؟ وعدتها بدك تتجوزها وتسكنها ببيت لحالها ولا بدك تجيبها علي ضرها؟ كمل، ليش وقفت؟ كمل. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك يا استاذ، وهي نازله فيي اسئله اسئله، وحكت معي يا استاذ شي بينحكى وشي ما بينحكى، وانا اتدخل عليها وقلت له والله كنت سهران مع رفقاتي عم بلعب انا وياهم بالشده تريكس وما تصدقني وبدي نام يا استاذ انا تعبان، هددتها بالطلاق وبدي طلقها.
لا 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 بس يا استاذ سالم، هاي الجمله الاخيره انا لي عليها تحفظات كثير. شو طلقها وما طلقها؟ واحد عنده هيك زوجي جوهره الماسي. تفضل اخي تفضل، شرف ابو السلم تفضل. واحد عنده مثل الست منال بتغار عليه، بتساله وين كنت، مع مين سهرت، ليش تاخرت، ليش لبست، وبيقول بدي طلقها. الله يسامحك يا سلم. قالين ابو الجمل بس كل شيء يعني زاد عن حده انقلب لضده. يعني حب الزائد إلي وغيرته علي مسبب لي اشكال كتير كبير وازعاج كبير، وبتعرف يعني لكل شيء اذا ما تم نقصانه، ويا ريت هيك وبس. ليش في شيء ثاني احكي لي؟ استاذ بتغار علي من كل شيء اسمه حلو. ما بيصير طلع بوحده حلوه، ما بيصير حاكي وحده حلوه، والقهوه بتصقيني اياها بدون سكر، والبردقانه قبل ما تعطيني اياها بتدوقها اذا حلوه ما بتعطيني اياها، ويا ريت هيك وبس يا استاذ. الزيتون ما بتفقشوا، حذر ليش؟ عجزت مشان ما يحلى ويضل مر. كرهتني حياتي يا استاذ. وقف. واحد عنده هيك سعادة ما بيستغني عنها بسهولة، بس الإنسان ما بيشعر بالشي اللي عنده إلا لحتى يخسره، وبعد ما يخسره بيحس بقيمته. بكرة إذا بطلت تتغار عليك رح تكره عيشتك أنت، رح تكره عمرك أنت. طيب خلص، هلأ أنت بتروح بتاخد زوجتك بتروحوا على البيت وبتصالحها، وأنا مسامحكم بالوقت المتبقي من الدوام. يلا يلا. نفذت. هدول الموظفين مثل الزيتون ما بيحلو إلا بالرص. وإذا طلع لي حدا تنيح ولدكم رح يقدر يقنعون؟ طبعا رح يقنعون. إجا إجا. مرحبا. أهلين أستاذ سالم، تفضل. لا معلش بدنا نروح. وين بدكم تروحوا؟ بدنا نروح على البيت الاستاذ جميل، سمح لنا نروح. شو في بالبيت من هلا؟ اه ولا بدك تتركني لحالي وتروح لعندها؟ مين هيك بيروح لعندها؟ يلي كنت معه امبارح. حسبي الله ونعم الوكيل. على كل حال بدك تضلي لاخر الدوام، ضلي انا رايح على البيت. تعالوا هون وين رايح؟ تعالوا هون. على البيت؟ على البيت طبعا طبعا. بدك تروح على البيت لحالك هبلي، مشان تقعد لحالك على التليفونات وتطق حالك مع هي وتحكي مع هديك. منال منال شو هالحكي اللي عم تحكي؟ عيب عليكي، مين هاي ومين هديك؟ لا مو عيب، سلوى وسامي بيعرفوا كل شي عنك. يا حبيبي هذا اللي كان ناقصني. عجبك؟ عجبك على الفضيحة؟ طول بالك يا استاذ سالم، كل شي بالرواق بينحل. اتفضل ارتاح لأطلب لك فنجان قهوة. لا معلش بدي اروح. بدك تروحي ولا لا؟ طبعا بدها تروح. اي حدا بيصلي يروح قبل نهاية الدوام ساعة وبيقول لا؟ يلا بنات قومي روحي مع جوزك، قومي جدبي ولا تنسي تجيبي لي حلوان. خلصينا قومي روحي. مشانك ها؟ يا ستي مشاني قومي. ما قلت لك الاستاذ جميل رح يحل المشكلة؟ عقبالك. يا عيني يا عيني. ها؟ كل يوم بتقابلني مع جوزك وتصالحي وتجيبي لنا الحلوان. ما بقى تحلم فيها مرة تانية بنوب. ليش؟ بطلتوا تتصالحوا؟ لا وانتي سادة بطلنا نتقابل. ايه معقولة؟ معقولة. خلاص حرمت بحياتي ما بقى اسأله شي سؤال لجوزي. اصطفل وين ما بده يروح يروح، انت ما بده يرجع يرجع. لك مال قلبي اف مشان يعمل فيك مثل جوزي يقول انك ما عم تهتمي فيه ويطلقك. صحيح سلوى، التهينا بصلحه منال مع جوزها ونسيت اسالك، ما رجع جوزك على البيت؟ لسه. معناتها ما دامته الاستاذ جميل بتكون لسه ما لحقت تحكي مع رفيقتها، اليوم اكيد بتشوفها وبتحكي معها وبرجع جوزك على البيت. الله يسمع منك. بس وينك؟ لا تنسي تجيبي لي الحلوان. تكرم عينك، هو يرجع وينام بالبيت واللي بدكم اياه بيحضر. اي منال كل صلحه وانت بخير. قصدي تنذكر وما تنعت. هيك قولي. بتعرفي منال انت لازم تطلعي عند الاستاذ جميل وتتشكري. اي والله لازم ادرسها. ولا تنسي تذكري بموضوعي الله يخليكي. مو تكرم عينك. السلام عليكم. حمواتي الثلاثة بحبوني. ليش عم تاكلوه؟ هاتوا حطوكم لهم مسحور. هاتوا هاتوا هاتوا. طارق كنافة. الله يرحمه. ارجو طمني يا استاذ سليم، ان شاء الله تصالحت انت وزوجتك. تصالحنا يا استاذ، بس لما وصلت على البيت وشافت خدي احمر ما رضيت تصالحني، قالت لي انت ومين متخانه؟ ما انا عارفه انه في مزح بيني وبينك ثقيل. كافي بس.
مزح هلا مو وقت المزح وقت الجد. انا الحقيقه بدي اياك بخدمه صغيره تشرح لي فيها شلون بتخليها تغار عليك، يعني انت شو بتساوي لحتى تخليها تغار؟ شلون يعني استاذ؟ يعني عود لك شو التصرف اللي بتتصرفه لحتى تخليها تشك فيك وتنهمل عليك بوابل من الاسئله؟ استاذ انا ما بساوي شيء، بس هي ظنونه كثير وبتشك كثير وبتغار علي. يعني مثلا اخي سالم بتوهمها انك على علاقه مع وحده ثانيه؟ لا بوهمها ولا شيء استاذ، بس هي رفقاتي اللي بسهر معهم بتعرفهم منيح وبتغار منهم، فكيف بدي اوهمها انه انا على علاقه مع وحده ثانيه؟ بتطرف الدنيا فوق راسي. يا ريت لي عندي عندك شو عم تقول استاذ؟ لا 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 ما في شيء، قوم قوم استاذ سالم الله يرضى عليك. هلا بتضل داير بالك على زوجتك وممكن ما انزعج منها بتقول لها بدي طلقك. طلاق مو لعبه، فهمت؟ يعني طلاق ابغض الحلال عند الله. بتضل ريح الله يرضى عليك بعلاقتك مع زوجتك، ريح. انا مريح، ريح. تفضل، مع السلامه. مع السلامه استاذ سالم. نيالهم على السعادة اللي عايشين فيها مو الحيط اللي عندي.